اخر جلسه كورونا، اخر جلسه كورونا. قررت العيب. طيب ماشي كلمه كلمه، هو عايز يكلمه خلاص. تمام قرار يوم 11 11 واحد. رايك ايه يا استاذ في اللي بيحصل يا استاذ؟ رايك في دلوقتي في تعرضك للمحاكمه والحكم عليك بسنه ايه؟ راي ملايين البشر اللي دفعوا عن الفكره كلها مش عني. يعني انا استريت الاسلام فين؟ لو عدت بيك الايام يا استاذ هتتكلم تاني؟ هعمل اكتر من عمل. وبعدين انا واخدت سنه مقابل ايه؟ يعني فين ازدراء الاديان وانا معايا حكم براءه نهائي ان انا لم ازدري الاسلام؟ ازاي حكم براءه وايدينا في واقعه واحده؟ رسالتك للشعب المصري. وبعدين ملايين البشر شافوا البرنامج، شافوني بزدري الاديان، بس القاضي واحد بقناعته شاف ان انا بزدري الاديان. رسالتي الحمد لله ان كل مثقفين مصر وقفوا معايا، كل الناس وقفوا معايا اول مره، والاعلام كله وقف معايا. دي حاجه بس بتقول للناس اللي في الدوله ان الخط الفكري ده هو اللي هو اللي بيتكلم. طب يلا